وتنضم إلينا الآن سلمى ناصر وآخر أخبار التطبيقات. مساء الخير سلمى، مساء النور ديما، كيف صحتك؟ تمام. الحمد لله. إذا اليوم في عنا تطبيق خاص بالأطفال طلب والأهل المدارس، أيضا، صحيح، أي طلاب المدارس. صحيح. تطبيق اليوم حنتعرف على التطبيق، بيستخدم الواقع المعزز عشان يحول الصفوف الدراسية إلى حكاية وقصص واقعية، مثلا ممكن يحولها لأعماق البحار، لجبال، لحقول النجوم، وهي الأماكن اللي الأطفال ما بيقدروا يروحوا عليها أو الطلاب ما بيقدروا يروحوا عليها بسهولة. تطبيق ويندسكوب هو تطبيق يسرد القصص ويستخدم الواقع المعزز لتحويل الأماكن العادية إلى قصص حقيقية. فمن خلال التطبيق يمكن للطلاب رؤية القصة تدور حولهم داخل الفصل الدراسي، كما يمكنهم القراءة بصوت عال للتفاعل مع الشخصيات والتحدث معها ومساعدتها على حل المشكلات، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأسئلة على الشخصيات في القصة والاستماع إلى إجابتها عن هذه الأسئلة. نعم، إذا شو أهمية هذا التطبيق وكيف يعني؟ تمام، احنا ذكرنا اهميته، هي تعزيز او اثراء المهارات المعرفيه والادراكيه لدى الطلاب، طبعا بمرافقه الاستاذ بالفصل او مرافقه الاهل. طبعا هذا التطبيق مثل ما شايفين ديما اسمه وندر سكوب. هذا التطبيق موجود على الاي او اس وموجود طبعا على الاب ستور وعلى الجوجل بلاي بالمجان. طبعا لو جينا تعرفنا على التطبيق بسهوله، اول ما هنفتح هيكون اسمه وندر سكوب، بعطيكي قصص منوعه. مثلا اليوم عندنا قصه عن مساعدة كليو ليصبح نجمة، طبعا هذا بيعرفك كيف نشأت النجوم ولكن بطريقة قصصية. في عندك مثلا قصص أخرى بتعرفك أنه بتاخذ الأطفال بجولة في المتاحف، بتعرفهم على الأشياء الموجودة بالمتحف عن طريق الواقع الافتراضي. في عندك قصص بتعرفهم كيف يحلوا المشكلات عن طريق اللي هي الرياضيات وقصص الدماغ وقصص الذكاء. لو جينا مثلا دخلنا على قصتنا اليوم اللي هي قصة مساعدة كليو ليصبح نجمة، طبعا التطبيق بيحمل شوي ف ممكن نسمع صوت. Hi, my name's Cleo. Come on, follow me هون near this بيعرفك على كليو. portal. Let's go. وثواني فقط لأنه بيحاول بيقوم بتحميل الواقع المعزز على الآيباد. هو هلا عم بيحمل واقعنا. بيحمل محيطك الموجود حولك على هون يعني على الاستوديو. على الاستوديو، صحيح. طبعا قبل ما يحمل التطبيق ممكن احكي ديما انه هاي التطبيقات مثل ما ذكرنا والايباد هو مهم جدا لكل الاطفال، ولكن لازم ان يكون هناك مراقبه دائمه من الاهل، خصوصا الاطفال تحت السنوات لازم يكون عندهم ساعتين باليوم فقط لا غير، ويكون دائما اهلهم موجودين او طبعا مدرسهم موجود، لانه هذا بياثر على نموهم الفكري والعقلي. ممكن يصير عندهم ADHD وطبعا تشتت الفكر وفرط الحركه. التطبيق لسه عم يحمل، المشكله في الانترنت يبدو، او انه الواقع هون يعني ليس معززا، لا نحن في معزز. خيال، الخيال أقوى في الاستوديو. فطبعا تطبيق مثل ما بنشوف لن يحتاج إلى وقت ليلتقط يعني ملامح صحيح. هلا وبالعادة هو هلا جربنا لم يأخذ وقت طويل، ولكن طبعا مفاجأة الهواء الإنترنت كثيرة. اليوم الإنترنت على كل حال في مشكلة، ما أيضا واجهتنا بعض المشاكل خلال اتصال مع الضيوف. اوكي، احنا رجعنا هلا للايباد، اسف نفس المشكله. نعم، وهو يعني بعد ان يتعرف، لنفترض انه تعرف على هذا المحيط، صحيح، الاستوديو، فخليني اتخيل. طيب، كوني انت التطبيق. تمام، هلا تطبيق ديماب اول شيء بيعرفك على الواقع الافتراضي، الواقع اللي حواليك، وبدخل البرنامج على الواقع. طبعا بدايه بياخذ صوره للمكان وبينزل الشخصيه الاساسيه اللي هي كليو في الواقع تبعك، بعدين بصير بيعرفك، بصير هو الشخصيه تتحدث معك وتسالك اسئله وانت بتصيري تجاوبيها. يعني هي عباره عن قصص تفاعليه. تفاعليه، صحيح. طبعا ما بعرف شو المشكله، كليو هو هو النجمة الصغيرة هاي اللي احنا النجمة. اللي هي بتصير بآخر شمس. بعدين كل مرحلة القصص عبارة عن شابترز أو قصص صغيرة، كل مرحلة بيعرفك على نوع من أنواع تكون النجوم، كيف النجوم ذات الكتلة المنخفضة والكتلة المتوسطة والنجوم اللي في درب التبانة، كيف تتكون من الهيليوم، تتكون من الهيدروجين بنسب معينة عن طريق طبعا التطبيق. طبعا أنت عم تشوفي على الآيباد، لكن هو يعمل على الهاتف، هو يعمل على الهاتف ويعمل يعني على أي جهاز ذكي، صحيح؟ صحيح، ويعمل على الهاتف ويعمل طبعا على الآيباد، يعمل أي جهاز ذكي فيه أي أو إس أو في أندرويد بقدر نحمله. طبعا للأسف خليني أرجع أدخل مرة ثانية، ربما يدخل. إحنا ممكن نروح للموضوع الثاني. نعم،
وبعدين موضوع نرجع. ثاني أنا بانتظاره لأنه حول إنستغرام، صحيح. مع أني لست يعني من هواة إنستغرام، لكن بحب المواضيع المتعلقة بالصور. لا، موضوع انستغرام هو مهم لكل الأشخاص اللي بيعانوا من قصص الاختراق وقصص الهاكرز اللي بيقوموا بحذف محتوياتهم. هلا الانستغرام صارت عندها القدرة أن تخليك ترجع تستعيدي محتوياتك المحذوفة، فتعمل منصة انستغرام على تسهيل إعادة المشاركات المحذوفة، إذ طرحت الشركة ميزة تم حذفها حديثا في التطبيق، وتتيح لك هذه الميزة ورجعة المحتوى المحذوف بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ريلز ومقاطع الفيديو أي جي تي في. وتضع انستغرام هذه الميزة على أنها مفيدة ضد الاختراق، خاصة إذا تمكن المتسللون من التحكم في حساب ما وبدوا في حذف المحتوى. إذن يعني حتى لو أنت حذفتي بعض الصور صحيح. عن الصفحة صحيح. الخاصة بك، تستطيعين استعادتها لاحقا بفضل مظبوط. هذا التطبيق، هلا بداية وليس تطبيق الميزة الميزة. الجديدة، هلا الميزة الجديدة اسمها تم حذفه حديثا، كل ملف بنحذف بشكل حديث من بداية من اليوم بروح على فولدر اسمه تم حذفه حديثا، يتم الاحتفاظ به لمدة 30 يوم. تمام. هل 30 يوم فقط. فقط؟ لأنه أنت بعدك ممكن يعني إذا ليش؟ لأنه هدفه هذا، لأنه الأشخاص اللي كانوا ضحايا للمتسللين، الأشخاص اللي كانوا ضحايا للمتسللين، أول ما يجي المتسلل بيقوم بحذف كل محتوياتك لأنه بده ياخذ الحساب له، خصوصا هذول الأشخاص اللي بيكون عندهم فولوز كتير أو متابعين كتير، وخصوصا في الفترة الأخيرة في صار اختراق كبير لعدد كبير من الحسابات اللي غير مؤمنة. فطبعا انستغرام نبهت كثير انه يجب تأمين الحسابات عن طريق الخاصتين، هي التليفون والايميل، فكثير اشخاص نسيوا عن هاي الخطوة، تم اختراق حساباتهم وهم عندهم متابعين بمئات الملايين او ربما مئات الالوفات. هدول المخترق اول شيء بيعملوا بحذف محتوياتهم، ممكن الاشخاص يستعيدوا المحتوى الحساب مرة اخرى ولكن المحتوى تاعهم انحذف، فهون بصير الخسارة الكبيرة. انستغرام عملت هاي الميزة انه كل شخص مع 30 يوم يقدر يسترجع صوره والفيديوهات تاعته، ولكن يجب ان يقوم بارسال رسالة نصية طبعا على الرقم المسجل او على البريد الالكتروني لانستغرام، يقول لهم انا بدي احذف او بدي ارجع المحتوى تبعي. أحذف، يعني إذا ما حذف بهذه الطريقة لن لا يستطيع استعادة صحيح. المحتوى. نعم سلمى، شكرا جزيلا اهلا، لك ونلتقي غدا. اكيد. شكرا. شكرا.